الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله وما توكلنا إلا على الله والصلاة والسلام الأتمان الأطهران على سيدنا وقرة عيوننا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد أيها الإخوة الكرام نرى أيها الإخوة انفصالا كبيرا بين تدين الإنسان وبين واقع الإنسان وهنا يطرح سؤال ينبغي أن نسأل أنفسنا جميعا عن هذا السؤال لماذا نجد من يصلي ويصوم ويرتشي؟ لماذا نجد من يصلي ويصوم وينظر إلى الحرام وكأن الله لا يراه وكأن قدرته لا تطولنا؟ لماذا نجد انفصالا كبيرا بين عبادات المسلمين من صلاة وصيام وبين واقع المسلمين؟ لماذا نجد التدين فقط في المساجد ولا نجده في الشوارع ولا نجده في الأسواق؟ لماذا نجد من يصلي في المسجد ويقطع رحمه ويؤذي جيرانه ويقع في أعراض المسلمين وهلم جرا من المصائب والبلايا التي ابتلينا بها في عصرنا هذا؟ وكأن الدين صار عادة أو وظيفة يمارسها الإنسان في المسجد، فإذا خرج خارج المسجد كأن الله غير موجود وكأن الله ليس له أوامر وليس له نواهٍ يأمرنا بها وينهى عنها سبحانه وتعالى. فما هذا التناقض بين أوامر الله علينا وبين صلاتنا وصيامنا وبين واقعنا؟ تديننا أيها الإخوة الكرام صار في الأعم الأغلب تديناً مغشوشاً، كأن المصلي يمارس فلكلورا شعبيا كالذي يمارس رياضة من الرياضات أو عادة من العادات، وكذلك الذي يصوم والذي يصلي. وهذا سؤال يتطلب منا إجابة، فأحببت أيها الإخوة الكرام في سلسلة من الخطب أسأل الله عز وجل أن تكون نافعة أتكلم من خلالها عن كيفية تقوية الإيمان بالله عز وجل. فالله موجود معنا أينما كنا، فالذي يعبد الله عز وجل عبادة الله لا تقتصر على الركوع والسجود، فنحن عباد لله عز وجل مأمورون بأوامره الشرعية أينما حللنا وأينما كنا. كيف يكون الله عز وجل حاضراً معي في كل تصرفاتي؟ كيف يكون الله عز وجل ناظراً إلي في كل تعاملاتي؟ فأحببت من خلال هذه السلسلة وأسأل الله عز وجل أن تكون نافعة لنا جميعاً حتى نقوي إيماننا بالله عز وجل. أيها الإخوة الكرام، نحن نعاني اليوم أزمة كبيرة جداً وأراها أخطر أزمة تمر على المسلمين، وهي جفاف العلاقة بيننا وبين خالقنا تبارك وتعالى. أشعر بالتصحر بيننا وبين الله عز وجل، كأن الله ليس قريبا منا. ما هكذا كانت علاقة رسول الله صلى الله عليه وسلم بربه؟ ما هكذا كانت علاقة الصحابة الكرام بربهم؟ علاقتنا اليوم بالله تبارك وتعالى للأسف علاقة ضعيفة جدا، تكاد أن تتقطع، وإذا انقطع الحبل بيننا وبين الله عز وجل ضعنا وضاعت أسرنا وضاعت مجتمعاتنا. وأحببت أن أقدم لهذه السلسلة بخطبتين، وهذه هي الخطبة الأولى والمقدمة الأولى، وسأتمم معانيها في الخطبة التي ستأتي إن شاء الله تعالى وإن أحيانا الله عز وجل. العلماء يقولون أصل الدين معرفة الله عز وجل،
وقاعدة الدين معرفة الله عز وجل. فلو صورنا أيها الإخوة الكرام، صورنا الدين بناية أو بناء وصرحا شامخا، هذا البناء له شرفات وله جدران وله أسقف وله قاعدة، لولا هذه القاعدة المتينة لما وقف هذا البنيان. قاعدة الدين التي ينبني عليها كل شيء بعدها معرفة الله عز وجل. فإذا حدث خلل بالمعرفة، حدث خلل في الصلاة، حدث خلل في الصيام، حدث خلل بين الإنسان وبين نفسه، بين الإنسان وبين أسرته، بين الإنسان وبين جيرانه، انهار هذا البناء كله، لأن القاعدة ليست قاعدة متينة. أما إذا كانت القاعدة متينة كان البناء متينا، لا تجد أحدا يعترض على الله عز وجل، لا تجد أحدا يسيء إلى أحد، كما نجد اليوم في مجتمعاتنا المسلمة الملتزمة فضلا عن المجتمعات الأخرى. الآن أيها الإخوة الكرام، لو أردت مثلا أن أخزن مجموعة من مواد البناء، لا يشترط أن أخزنها بتسلسل معين، تستطيع أن تبدأ بتخزين أيها شئت. مثلا أردت أن أخزن مثلا الرمل والإسمنت والحديد، لا يشترط أن تبتدئ بالرمل ولا يشترط أن تبتدئ بالحديد، لا يوجد علاقة ترابط في تخزين المواد، مواد البناء. إذا أردت أن أتناول طعاما، لا يوجد ترتب معين ألزم به، تستطيع أن تبدأ بأي الصحون شئت وبأي الأصناف شئت. لكن من أراد أن يبني بناية، أن يبني مسجدا، هناك ترتب معين إذا لم نتبعه سوف ينهار بناء المسجد. فلا يمكن لأي إنسان كان أن يبدأ بالسقف قبل أن يبدأ بالقواعد. إذن فالترتيب مطلوب في عملية البناء وليس مطلوبا في عملية الغذاء، الترتيب مطلوب في بناء الصروح وليس مطلوبا في تخزين المواد. وهذه قضية نشهدها في حياتنا ونشهدها في واقعنا. الدين أيها الإخوة من القبيل الثاني، وهو الذي لا يمكن أن يبنى إلا بترتب معين. أول قاعدة أبدأ بها لأرتب عليها صلاتي وصيامي وتعاملي وأخلاقي معرفة الله سبحانه وتعالى. فهناك أناس يصلون لكن لا يعرفون الله عز وجل، وسأذكر لكم نصوصاً تدل على أن أناساً يصلون ويصومون ويقرؤون القرآن لكن لا يعرفون الله عز وجل. لا فرق بينهم وبين من يعبد وثناً والعياذ بالله تعالى. فالمسألة جد خطيرة والجهل بها خطير جداً، فينبغي أيها الإخوة الكرام أن نعود إلى مراجعات أنفسنا. الطفل أيها الإخوة الكرام عندما يدخل إلى المدرسة، لا يبدأ الطفل مباشرة في قراءة كتاب، بل لابد أن يتعلم الأحرف مفردة أولاً، ثم يتعلم التوصيل بينها، ثم ينطلق من خلال ذلك إلى قراءة الكتب. فإذا لم يتعلم الطفل الحروف مفردة أو موصلة، لا يمكن لهذا الطفل أن يقرأ، لا يمكن لهذا الطفل أن يتعلم. وكذلك دين الله عز وجل، ألف باء الدين معرفة الله عز وجل. من لم يتعلم معرفة الله عز وجل وينطلق من هذه الحروف الأولية لهذا الدين، سوف يقرأ خط الدين خطأً، وسوف يقرأ واقعه خطأً، وسوف يذل في حياته ويعاني أشقى أنواع المرارة، لأنه لم يعي الدين وعياً صحيحاً كما يريده ربنا تبارك وتعالى. إذن من خلال هذه المقدمة، أصل الدين معرفة الله عز وجل، وأوسط الدين معرفة الله عز وجل، ونهاية الدين معرفة الله عز وجل. لذلك انطلق مصطلح يقال فنان عارف بالله عز وجل. هل نحن لسنا عارفين بالله؟ نعم لسنا عارفين بالله. كثير من الناس لا تعرف الله تبارك وتعالى، يصلون ويصومون ولا يعرفون الله عز وجل. حتى في واقعنا
يقال فلان ما بيعرف الله، طب بيصلي، يصلي ولا يعرف الله، ما في يعني ما في أي مشكلة. الصلاة هي عبارة عن عادة يمارسها، كالذي يأكل ولا يعرف الله، كالذي يلعب الرياضة ولا يعرف الله. هناك من يصلي ويصوم ويقرأ القرآن الكريم ولا يعرف الله عز وجل. عندما أرسى رسول الله صلى الله عليه وسلم قاعدة الدين في مكة 13 عاما، هل بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم خطاب أصحابه بقوله صلوا؟ أبدا. صوموا، حجوا، لم يقل رسول الله شيئا من ذلك في بداية دعوته 13 عاما، والرسول صلى الله عليه وسلم يعرف الناس بالله عز وجل، يجلس في أندية قريش يتكلم عن جلال الله وعن كمال الله وعن عظمة الله وعن قدرة الله وعن وحدانية الله، ثم جاءت بعد ذلك الأوامر والصلاة والعبادات مبنية على هذا الصرح الذي غرسه رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم شعار المرحلة المكية معرفة الله عز وجل. يأتي النبي صلى الله عليه وسلم إلى البيوت يقول: أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، فيعلمهم معرفة الله عز وجل وتوحيد الله عز وجل وعظمة الله عز وجل. جاءت المرحلة المدنية، وهي يسمونها في السيرة المرحلة المدنية أخصب المرحلتين تشريعا، يعني أكثر التشريعات أين جاءت؟ جاءت في المدينة المنورة. والمرحلة المكية كان النبي صلى الله عليه وسلم يزرع بذرة المعرفة بالله في قلوب أصحابه الكرام رضي الله تعالى عنهم. أيها الإخوة الكرام، القضية الثالثة: الإنسان عندما يعلم أن علم الله لا يناله، وأن قدرة الله، العلم والقدرة لا تناله، يضيع في حياته ويعصي الله عز وجل وكأن الله غير موجود. لكن عندما يعلم المكلف أن علم الله يناله وأن قدرة الله تطوله، قل أن يعصي الله عز وجل، وفهم الحياة فهما صحيحا، وعاش سعيدا ولو كان فقيرا. القدرة والعلم، قدرة الله وعلم الله يطولان كل أحد. الآن الإنسان أيها الإخوة إذا كان يسوق مركبة ويمشي على الطريق وإشارة المرور حمراء، الشرطي يقف على هذه الإشارة، صاحب السيارة لا يقطع الإشارة وهي حمراء، لماذا؟ قال: لأن علم الشرطي يطوله، الشرطي يعلم يراه، ولأن قدرة الشرطي تطوله، يستطيع أن يكتب فيك مخالفة وأن يعاقبك، فترى الناس منضبطين على الإشارة الحمراء. الذي جعل الناس ينضبطون في سيرهم المادي هو علمهم بأن الشرطي تصل قدرته إليهم ويصل علمه إليهم. أما لو كان الشرطي غير موجود على الإشارة، سوف يقطع الناس الإشارة وهي حمراء. لماذا؟ لأنهم يعلمون أن الشرطي لا يعلمهم ولا يبصرهم، وبالتالي قدرته لا تنالهم فيخالفون. إذن أصل المخالفات الشرعية للذين يصلون ويصومون أنهم لا يشعرون بأن علم الله يطولهم، لا يشعرون بأن قدرة الله تطولهم، لذلك تراهم في سيرهم المعنوي إلى الله عز وجل يعصون الله، يؤذون، تجد من هو مسلم ويسرق، من هو مسلم ويزني، من هو مسلم ويقتل، لأنه في واقعه لا يعلم أن الله يبصره وأن الله يعلم خلجاته وما يفكر به وأن قدرة الله تبارك وتعالى تطوله. أيها الإخوة، هذان الأمران، علم الله وقدرة الله، ركز الله عليهما تبارك وتعالى إذا صح التعبير، وركز القرآن عليهما في آياته. لاحظوا لماذا خلق الله السماوات والأرض في سورة الطلاق. قال الله عز وجل: الذي خلق السماوات، الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علمه.
فالله عز وجل من خلال هذه الآية يقول: أنا خلقت السماوات والأرض من أجل قضيتين، ما هما يا رب؟ لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، أي قدرة الله تطولنا جميعا، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، أي علم الله محيط بكل شيء، لا يخفى على الله شيء في الأرض ولا في السماء، ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. إذن لماذا نجد الناس مثلا يشكون الفقر؟ لماذا نجد الناس يخافون من المستقبل؟ لماذا نجد الناس متوترين في علاقتهم مع الله عز وجل وهو القادر المطلق العالم المطلق؟ السبب أن الناس غفلوا عن هاتين الحقيقتين: لتعلموا أن الله على كل شيء قدير، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما، فالله يعلمني والله يقدر علي، وبالتالي إن غرس هذا المعنى في قلوبنا صحت مسيرتنا مع الله عز وجل. أما شوفوا الذين يصلون ويصومون ولا يعرفون الله، في سنن ابن ماجه والحديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم متكلما عن أصناف من الذين يمارسون العبادة ولا يعرفون الله عز وجل، قال: يؤتى بأحدهم أعماله كجبال تهامة، صلاة كثيرة، صيام كثير، حج كثير، أعمالهم كجبال تهامة يجعلها الله هباء منثورا، ينهار هذا البناء مباشرة. ما السبب؟ قال: ثوبان يا رسول الله، جلهم لنا، صفهم لنا، ما مشكلتهم؟ عندهم أعمال صلاة وصيام، ما المشكلة؟ قال صلى الله عليه وسلم: يأخذون من الليل كما تأخذون، عندهم أوراد وعبادة، لكن إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها. إذن هو شيطان في خلوته، رحمن في جلوته ومع الناس. لماذا يعصي الله هذا الشخص الذي يصوم ويصلي؟ لأنه لا يعلم أن علم الله يطوله، ولا يعلم أن قدرة الله تطوله. يأخذون من الليل كما تأخذون، ولكنهم إذا خلوا بمحارم الله انتهكوها، كأن الله لا يبصر ولا يعلم تبارك وتعالى ما في خلوتنا. هذا بالنسبة للصلاة والعبادات مطلقا. بالنسبة للصيام، قال صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به ليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. هو يصوم ولكن شاهد زور، يعني يكذب. السبب في ذلك عنده خلل في قاعدة الدين وهي معرفة الله عز وجل. من حج بالمال الحرام نود وقال لبيك وسعديك، نودي لا لبيك ولا سعديك وحجك مردود عليك، هذا الحج انهار لأنه لا يوجد معرفة. قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين. إذن هذه الزكاة ما نفعتهم لوجود خلل في المعرفة. إذا حدث الخلل في القاعدة حدث الخلل في البناء، وإذا حدث الخلل في المعرفة حدث الخلل في الصلاة، في الصيام، في الواقع، نتضجر ونتعب ويصيبنا الغم، لأن بيننا وبين الله بونا بعيدا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يعرفنا به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفروا الله.